خامس، اليوم حنتابع درسنا النباتات. أخذنا في الفيديو السابق أن النباتات تقسم إلى قسمان، نباتات بذرية ونباتات لا بذرية، وحكينا أن النباتات لا بذرية هي تتكاثر بالأبواغ، أما النباتات البذرية تتكاثر بالبذور. ورجعنا قسمنا النباتات البذرية إلى قسمان، نباتات مغطاة البذور هي النباتات الزهرية، ونباتات معراة البذور وهي النباتات اللا زهرية. ورجعنا قسمنا النباتات مغطاة البذور إلى قسمان، نباتات ذات فلقة واحدة ونباتات ذات فلقتين. اليوم حنتابع درسنا صفحة 34. صفحة 34 في عندي سؤال صفحة 34. أتحقق، افتحوا الكتاب صفحة 34، هي السؤال. أتحقق ما الفرق، هي هون أتحقق ما الفرق بين النباتات الزهرية والنباتات اللازهرية. الفرق يا خامس أن النباتات الزهرية هي نباتات مغطاة البذور، النباتات الزهرية نباتات مغطاة البذور وتكون أزهار. إذن النباتات الزهرية نباتات مغطاة البذور وتكون أزهار. كيف يعني نباتات مغطاة البذور؟ حكينا أن بذورها تكون داخل الثمار، يعني بتكون بذورها مغطاة. أما النباتات اللازهرية يا خامس، النباتات اللازهرية هي نباتات معرات البذور لا تكون أزهار. إذن هي نباتات معرات البذور لا تكون أزهار، وبذورها بتكون موجودة في المخاريط، يعني بتكون بذورها إيش؟ مكشوفة معرة. تمام؟ نفتح مع بعض على صفحة 35 ورح نتحدث عن أهمية النباتات في حياة الإنسان. أذكر يا خامس، أذكر أهمية النباتات في حياة الإنسان. ما أهمية النباتات في حياة الإنسان؟ أول أهمية من أهمية النباتات أنها مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، يعني الإنسان بيتغذى على النباتات، وأيضا النباتات بتزود جسم الإنسان بالعناصر الأساسية اللي بيكون بحاجة لها. إذن أول أهمية من أهمية النباتات في حياة الإنسان أنها مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، بتزود جسم الإنسان بالعناصر الأساسية والضرورية اللازمة لعيش الإنسان ونموه. الأهمية الثانية أن النباتات تدخل في صناعة الملابس. النباتات تدخل في صناعة الملابس. كيف؟ حكينا في عنا نبتة القطن. نبتة القطن هاي هي عبارة عن نباتات بزرعوها في أماكن معينة، بتطلع إيش؟ بتطلع القطن. هذا القطن بيستخدموه في صناعة الملابس القطنية. إذا الفائدة الثانية هي صناعة الملابس مثل القطن، والقطن هو نبات. هلا الأهمية الثالثة هي صناعة الأثاث والأبواب. صناعة الأثاث والأبواب، مين هي النباتات المستعملة في صناعة الأثاث والأبواب؟ هي أشجار الصنوبر. أشجار الصنوبر، هلا أشجار الصنوبر تعتبر أشجار إيش؟ كبيرة جدا. فعشان هيك يعني بيعتبروا الخشب اللي بيستخرجوه من أشجار الصنوبر ثقيل، فبيستخدموه في صناعة مين؟ الأثاث والأبواب. الأهمية الرابعة صناعة الأدوية. هلا في عنا نباتات مثل المرمية والنعنع، هاي تعتبر إيش؟ تعتبر أعشاب طبية، وأيضا ممكن يستعملوا هذه النباتات أو بعض النباتات في صناعة الأدوية. والنقطة الخامسة صناعة العطور. هلا في عندي نباتات بيطلع لها أزهار، وهذه الأزهار بتكون من خصائصها أنها ذات روائح زكية، فبيستعملوها في صناعة العطور. إذا أذكر أهمية النباتات في حياة الإنسان: واحد، مصدرا رئيسيا لغذاء الإنسان. اثنين، صناعة الملابس كالقطن. ثلاث، صناعة الأثاث والأبواب كأشجار الصنوبر. أربعة، صناعة الأدوية. خمسة، صناعة العطور. لهون بنكون كملنا درس النباتات يا خامس، والفيديو الجاي بنحل الأسئلة، ويعطيكم ألف عافية.